لندن يعني لا أعتقد أن لديها باع طويل فيما يجري، ولكن جاءت المصادفة فقط أن تكون التصريحات مشتركة. لكن ما يهمنا أكثر هو اليوم التصريح الذي يخرج من أي مسؤول أمريكي، ولا أعتقد أن تصريحات ويليام بيرنز تضيف أي جديد للوضع والمشهد الراهن، خاصة فيما يتعلق بملف غزة. أما الملف الإيراني فالوضع كما هو عليه، يعني إيران ما زالت يعني فيما يبدو متمسكة بالرد على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، لكن هذا التمسك غير واضح المعالم لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية اليوم. هل فعلا إيران متمسكة بالرد أم متمسكة فقط بفكرة أن يكون هناك انتظار للرد من قبل الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، وبالتالي تكون هناك سياسة ترهيب غير معلنة وغير مطبقة على أرض الواقع؟ يعني لا هم ردوا ولا هم لن يردوا، وبالتالي تظل دائما إسرائيل في حالة جهوزية، والولايات المتحدة أيضا في حالة استعداد عسكري في المنطقة لاحتمالية التصعيد في أي لحظة من اللحظات. أنا أعتقد أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه أكثر، وربما عندما يبدأ الجميع يشعر بأن الأمور قد هدأت نشاهد رد إيراني مفاجئ. لكن الفكرة اليوم، هل هذا الرد الإيراني سيكون له معنى، سيكون قوي، سيكون ضعيف؟ أتوقع أنه سيكون كسابقيه، يعني لا يسقط ذبابة في إسرائيل ولا يؤدي إلى أي شيء على الإطلاق.